فالأحنف بن قيس عليه رحمة الله ذكر هذه الفائدة وهذه الموعظة وهذا التبصر بعد تدبر عظيم لآيات الله جل وعلا. هذا واقع، فأحيانا يرى الإنسان نفسه دون الصالحين، ربما تحطمت نفسه، وربما رأى نفسه فوق الفاسقين والفاجرين فاغتر بنفسه. لا، عندنا ما لو عذبنا به لكفانا، وعندنا ما لو رحمنا الله لأكرمنا. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم.